السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن آخر خطوة في شرح برنامج أساس فلوينت وهي خطوة الريزلت. آخر حاجة عملناها الفيديو اللي فات إن إحنا نسينا البرنامج يحل. دلوقتي البرنامج خلاص حل، ونبدأ نستعرض شكل النتائج قيمة المومنت، ونبدأ نرسم شكل الحل. بس قبل ما أبدأ أعمل ده كله عايز أشرح شوية حاجات مهمة. أول ما بتبدأ تخلص الحل، لو احنا جينا كده قفلنا البرنامج وجينا فتحناه تاني، الريزلت ديت هتختفي من عندك، تمام؟ هتضطر ان انت تبدأ البرنامج تبدأ تحله من الأول. طب فرضا انا عايز اقفل الجهاز واسيبه مثلا مقفول شوية وافتحه تاني، انقله في مكان تاني وعايز اخليه برضو يحل، بس عايز احفظ اخر لحظة واخر نتائج البرنامج عمل عندي. طبعا في الستدي ما بتقدرش انت تحفظ النتائج، هو بيحفظ لك اخر نتيجة البرنامج وقف عندها او ما بيحصل conversion والبرنامج بيقف. طب انا عايز احفظ اخر نتيجة او احفظ الحل ده، باجي هنا عند فايل اكسبورت كيس اند داتا، تمام؟ انا دلوقتي حافظها، تحفظ اخر تايم ستيب او اخر لحظة البرنامج وقف عندها. لو انت عايز تيجي تفتح البرنامج وتبدأ الحل من تاني، تيجي هنا بعد ما بتحفظ تيجي فايل امبورت كيس اند داتا، هو بيقول لك روح عايز تبدأ ترجع البيانات تاني، تيجي هنا وتختار اللي انت حفظته قبل كده، تمام؟ ده هيفيدك اللي انت مثلا ممكن توقف البرنامج في اي وقت، برنامج الجهاز بتاعك عايز هيفصل مثلا لحاجة، تقدر توقف الحل وتبدأه تاني في أي وقت، تمام؟ بس في نصيحة، لما تيجي تبدأه ما تحاولش تبدأ في البرنامج اللي انت كنت بتشتغل فيه، حاول تجيب برنامج فلوينت تاني من كومبوننت سيستم اللي تحت زي ما انا عامل كده وتبدأ تفتحه، عشان انت جيت عملت امبورت على البرنامج القديم اللي هو الفلوينت ده سيت اب هيلغي لك الجيومتري والمش. بعدين بيفضل ان انت تستخدمه على برنامج فلوينت جديد كده، تفتحه طبعا تختار هنا 2D او 3D على حسب المشروع بتاعك، تختار 2D، تختار هنا بارلل دبل، تختار البروسيسور بتاعك وتبدأ تفتح تاني، تمام؟ بعد كده بتدخل تعمل امبورت للكيس اند داتا، بيفتح لك اخر لحظة وقف عندها البرنامج اللي انت سيفته عندها، ابدأ تكمل حل، دوس كالكوليت بيبدأ الحل يكمل معاك. طب ده شكل الحل في ترانزيانت. طب في حالة ال CD بيبقى شكل الحل عامل ازاي؟ بيبقى شكله كده زي ما في الصورة ديت، انا جبت لكم صور عشان اوريكم شكل ال CD برضو الحل بيبقى عامل ازاي. نلاحظ معايا ان شوف خطوط مفيش فيها لخبطة، ماشية مستقيمة اهي، تغير بسيط، ده كده الحل أو البرنامج شغال معاك حلو، يعني مفيش مشاكل عندك في الجيومتري أو في السيت اب بتاعك، هو البرنامج هيقعد لحد يشتغل لحد ما يحصل كونفرجن أو أنت توقف البرنامج. في حالات ممكن يحصل كده معاك، كده الحل في حاجة عندك غلط، تمام؟ ما ينفعش الريزيدوال يبقى عامل كده، الريزيدوال اللي عمل كده يبقى في حاجة غلط، وهو أصلا البرنامج مش هيكمل، يعني حتى لو كمل هيجي عند لحظة غيره يحصل له هيقول لك solution is diversion أو هيقول لك هيوقف لك الحل. طب إيه حل المشكلة ديت؟ في الاستدي بيبقى حلها في المش اللي أنت ترجع للمشي تاني تعدل فيه، أو نعدل في الكنترول زي ما أنا اتكلمت قبل كده، بنقلل البريشر والمومنتوم والتربلنس كينيتيك انرجي والتربلنس ديسيبيشن ريت، بنقلل قيمتهم ونخليها 1.5 ونخليها مثلا 4 من 10 ونخلي كل واحدة من دول 5 من 10. لكن في البداية خالص لو حصل معاك كده ارجع للمش، هو بيبقى معظم المشاكل في المش.
في حالة الترانزيانت لو الحل وقف معاك، أول حاجة بتروح لها هي التايم ستيب، تقللها. طب الحل وقف معاك بعد ما قللتها، بتقللها تاني. الحل وقف معاك ولقيت إن أنت قيمة التايم ستيب قليلة جدا، مثلا 1 من 10 آلاف، لا يبقى عندك مشاكل في السيت اب أو مشاكل في المش. ترجع للمش أو شوف مش سيت اب بتراجعه، ترجع تعدل في المش. تمام. وزي ما انت كده ملاحظ هنا، اللي انا هنا قللته كان اول ما بدأت الحل كان 5 من 1000، خليته 1 من 1000، وزودت النمبر اوف تايم ستيب خليتها 6000 ل 2000، وبدأت الحل تاني عشان كان عندي مشاكل في النتائج. كده كده خلصت من شوية الملاحظات اللي انا كنت عايز اقولهم. هبدأ دلوقتي استعرض النتائج. احنا طبعا كنا شغالين على تربينة بنحسب منها المومنت. دلوقتي هجيب لك شكل المومنت عامل ازاي. قبل ما اشرح المومنت عايز اتكلم شوية عن انواع الحل. تمام. ده طبعا حل جابه من النت، ده للليفت كوفيشن. الليفت كوفيشن بيحصل الحل ازاي؟ بيبدأ الحل يتغير في الاول اتريشن مع قيمة الليفت كوفيشن. طبعا ده محلول حال الاستدي، لو حليته ترانزيانت هيحصل نفس النظام، بس بدل الاتريشن هجيب لك تايم ستيب. تايم يعني يجيب لك كل ثانية ثانيتين كده. اللي بيحصل هنا بيتغير في بداية الحل عادي، يعني هنا لاحظ هنا اللي فيه تغير لو قربت الكده. بعد كده بيبدأ يثبت 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 لحد ما بيحصل كونفرجن، الحل بيقف في الاستيدي، أو لو أنت بتحل ترانزيانت الحل بيقف عند آخر تايم ستيب أنت عامله. طب أنا عايز أحسب النتيجة. طبعا هنا ما يبانش من اللي قدامي ده أقدر أجيب النتيجة بتاعته بالظبط، لكن لو انت رجعت معايا احنا هنا في الروبوت بنيجي نختار او بنيجي نعمل روبوت، اجي هنا مثلا عامل نيو ليفت او المومنت او اي حاجة، بيطلب مني هنا ايه ليه ريفرت فايل وريفرت بلوت. بلوت اللي هو ايه المنحنى ده اللي هو رسمه لي. طب الفايل ده بيعمل لي فايل بورد، بيجيب لي كل تايم ستيب او كل اتريشن في حالة الـ CD، كل iteration وكل نتيجة قصاد كل iteration. في حالة الترانزيانت بيجيب لي كل تايم ستيب والنتيجة قصاد كل تايم ستيب. تمام. بعدين أنا بجيب آخر 5 نتايج من الملف الوورد ده، وبروح جاي جايب الأفريج بتاعهم، أو 10 نتايج وبجيب الأفريج بتاعهم. او لو انت عايز تجيب تاخد اخر قيمة اللي ما متاخد عندها conversion مفيش مشكلة. تمام. ده طبعا حل ل mass weight average. برضو الحل بيحصل تغير في بداية الحل، بعد كده بيبدأ يثبت لحد ما بيحصل conversion او الحل اللي انت بتوقف. برضو بعمل نفس النظام، بدخل اجيب ال report اللي هو معمول word، باجي هنا الاقي هنا جايب لي عند كل iteration نتيجة الماس ويت افريج، باخد اخر 5 او 10 بجيب الافريج بتاعه. الموضوع في المومنت مختلف شوية. المومنت بيعمل حاجة شبيهة بالساين ويف، كل ما كان شبيهة بالساين ويف اكتر كل ما كان الحل دقيق، لكن طبعا هنا في مشاكل. حاجة اسمها اوسكوليشن اللي هو طالعة والنزل ديت، ده بيبقى خطأ بيحصل بسبب المش أو بسبب حاجة في السيت أب عندنا. تبدأ أنت ترجع تعدل المش بتاعك، تقلل الإليمنت سايز، تكتر عدد الإليمنت، تبدأ تحل تاني هتلاقي الموضوع اتعدل معاك. طب أنا في دول ماس ويت أفريج أو الليفت كوفيشن كان هنا بيبقى عبارة عن خط، بجيب آخر 5 قيم وبقسمهم، بجيب الأفريج بتاعهم او باخد اخر قيمه الحل وقف عندها. طب هنا بعمل ايه؟ هنا بجيب الماكسيمم والمينيمم واجيب الافريج بتاعها. طب انا دلوقتي عايز اروح اجيب الروبرت اللي هو بتاع المومنت عشان اجيب النتيجه. باجي هنا. تمام. اول ما باجي اسيف اي برنامج لانسز بيسيف لي حاجتين، برنامج اهو كورس، ده برنامج الورك بنش، تفتحه يفتح لك الورك بنش ديت اللي موجودة. تاني حاجة بيعمل لك فايل فيه
كل حاجة انت بتسيبها، لو ضغطت عليه فتح لك الفايلات دي كلها. احنا لينا ملناش دعوة بأي حاجة إلا بالفايل الأول db0، بيظهر لك ff و ff1. ايه هو ال ff؟ تعالى معايا كده، لو جيت هنا جبت properties، لاحظ اللي هنا ال system id ff، طبعا انا بحل انهي واحد اللي هو الرابع ده. لو جيت هنا system id ff2، تمام، برجع للفايل تاني بروح ff2. طبعا dm design modeler، طبعا ده محفوظ فيه design modeler، والمش محفوظ فيه ملف المش بتاعك والفريم. طبعا ده ملف الكيس بتاعتك. الكيس بتاعتك يعني ايه؟ السيت اب اللي انت عامله في الفلو انت ده بيتحفظ عندك، تيجي تقفل البرنامج بيبقى محفوظ عشان ما تيجي تفتحه تاني يرجع لك بنفس السيت اب، تمام، ما يرجعلكش تبدأ من الاول تعمل السيت اب كده، تمام. طبعا الستة ده لاحظ اللي هنا الكيس والداتا دول، ده عبارة عن اللي احنا عملنا لهم اكسبورت في بداية الفيديو. تيجي تعمل لنا اكسبورت بيحفظ لك اخر تايم ستيب حل عندها. احنا هنا كنا حالين عند 6003، يحفظ لك الكيس والداتا بتاعتها. هنا ملف المومنت ار فايل، طبعا هو ممكن يبقى ملف مش وورد على طول، انت بتفتحه اوبن ويز وورد او تكست، اي حاجه، اي برنامج بيفتح تكست. طبعا هنفتحه دلوقتي واوريك النتائج. تمام، زي ما انت ملاحظ كده يجيب لك التايم ستيب والمومنت. طبعا عند التايم ستيب صفر مفيش مومنت، هنا اي ارقام بيبدا يغير لك فيها كل ما التايم ستيب زادت. معلش بس البرنامج هو عربي، مش عارف قلب عربي ليه، كان انجليزي. تنزل لحد الاخر، طبعا هيجيب لك 6001، 6000، 5999، تمام. تبدأ انت بقى تجيب قيمة، أقل قيمة وأكتر قيمة، وتجيب الأفريج بتاعها. هي طبعا بتبقى مشكلة معاك، بس يعني تبدأ تجيب أعلى قيمة وصلت ليها. طبعا هنا لو نزلت هنا تلاقي مثلا 5، خمسة وسبعة بدأت تقل تاني، يبان ايه 5 في 7 أو 57%، تمام، ده أعلى قيمة. تبدأ تجيب أقل قيمة، لا 1 وشوية، تلاقي 1 و12%، تمام، تجيب الأفريج بينه. زي ما انت لاحظت تلاقي 1 اهو، ده أقل قيمة بتبقى 1 وحاجة، وأكتر قيمة بتبقى ايه 5 و7/10. طبعا أنا مش عايزك تفتكر إن من أول مرة تيجي تحل هيطلع لك الحل قريب من الواقع، لأ، عشان تطلع حل قريب من الواقع لازم تقعد فترة تجرب في المشروع بتاعك، تغير المش، شكل المش، عدد الإليمنت، لحد ما تقدر توصل لنتيجة قريبة من النتيجة الحقيقية المعتمدة على التجارب. تمام، بعدين انا بشرح حاجه بس كده بدايه كاساس انك ازاي بنجيب النتائج وازاي بيحصل الموضوع، لكن ما بشرحش الحاجه الصح اللي هو مثلا انت ازاي مثلا تعمل مشروع يطلع لك نجاحيه. لا، نتائج حقيقيه محتاج خبره، محتاج ان انت تشتغل كتير على الانسس عشان تفهم كل حاجه بتعملها، كل اختيار بتختاره بيعمل لك ايه في الحل. تمام، بعدين ده محتاج وقت كبير عشان تقدر تجيب وتقدر تطلع نتائج قريبة من الحل. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا ده كله هنبدأ نرسم الحل، شكل الحل وشكل الفلويد عامل ازاي، تمام. وزي ما شرحنا الفيديو اللي فات ازاي احنا هنا بنيجي نحفظ سي في دي بوست، طبعا بنحفظ الكميات اللي انا عايز اعمل كوانتيتيز زي الاستاتيك بريشر والتمبريتشر والفلوستي،
طبعا هنا فايل تايب سي اف دي بوست. ليه؟ عشان احنا البرنامج اللي عندنا لانسز اسمه سي اف دي بوست. طبعا في برامج تانية انسايت وتيك بلوت، دي برامج تانية برضو للعرض نقدر نستخدمها زي سي اف دي بوست، لكن عشان احنا عندنا برنامج السي اف دي بوست في الانسز فبعدين احنا ايه حفظنا سي اف دي بوست. طبعا حفظنا كل 4 تايم ستيب. طبعا انا غيرت الفايل نيم اسمه خليته اس. طبعا ده شكل السيف اللي انا عملته عد 6000 عد 6000 حوالي هو 6000 تايم ستيب. طب لاحظ هنا حاجة معايا، ان هنا المساحة بتاعت الفايل ده حوالي 90 جيجا بايت. عشان كده بقول لك ما تيجي تسير ترانزيانت، تيجي تشتغل ترانزيانت تسير نتائج، حاول تحط يبقى عندك مساحة في البارت بتاعك. ماشي، الموضوع بياخد مساحة كبيرة، كل ما تحل أكتر كل ما بياخد مساحة. لو لاحظت إن هتلاقي كل تايم ستيب بتسير، يعني هنا 4 هنا 8 حوالي 60 ميجا. ولو أنت بتحل 3D وعدد مش كبير ممكن يوصل معاك حجم سيف الواحدة لنص جيجا أو 300 ميجا. تمام، فبعدين خلي بالك من الموضوع ده، اللي انت لازم يبقى عندك البارت بتاعك يمسحها طالما قررت ان انت تحل ترانزيانت وتسيب. تمام، والترانزيانت ده انت طبعا بتسيب كل تايم ستيب زي ما واضح كده. طبعا لو انت بتحل تايم ستيب قليلة اللي مثلا 1 من 1000 او اقل من كده بتكبر الفريكوانسي، يعني بتحل مثلا كل 5 تايم ستيب، كل 7، كل 10. تمام، نرجع تاني. تمام، عايز اشرح حاجة تانية. طبعا انا دلوقتي لو عايز احفظ الريزيدوال ده بجي هنا عند الصورة بعملها صورة، طبعا اي حاجة اي صيغة انا عايزها بروح جاي سيف سيف في المكان اللي انا عايزه. تمام، عشان بس لو حد يسأل المومنت ديت انا عاملها ازاي، اول بعد ما احل المومنت انا ايه اعمل لها سيف من الصورة دي. طبعا او ممكن تقصها باي برنامج بلس وتقصها زي عادي، يعني زي ما انت عايز. دلوقتي الريزلت طبعا زي ما انت ملاحظ كده اللي كليو انت فيه ريزلت ذات نفسه اللي هو هنا بص بروسيسنج. طب ليه بقى الفلو انت فيه بص بروسيسنج او فيه ريزلت؟ هو الفلو انت كان برنامج مستقل لوحده، يعني ما كانش برنامج عرض زي كده زي ال مش برنامج مع الانسس، يعني كان برنامج الانسس اشترته بعدين هو كان بيحل وبيعرض النتائج، بس طبعا العرض بتاعه ضعيف جدا بالنسبة للبرامج سي اف دي بوست والبرامج الانسايت، برامج العرض اللي هي مخصصة للعرض بس. تمام، بعدين انا هبقى اشرحها في الاخر خالص، اشرح لك ازاي انت ممكن توضح كشكل مبدئي على الفلوينت قبل ما تدخل على خطوة الريزلت التانية. تمام، لاحظ هنا طب بعد ما بتخلص الحل تدخل هنا على الريزلت ده في حالة الاستيدي، تدخل هنا على طول عشان انت مسجل لحظة واحدة اللحظة اللي حصل عندها الكونفرجن، او في حالة انت مش مسيف التايم ستيب الترانزيت لو انت مش عامل مثلا سيف هو هيسجل لك اللحظة الأخيرة اللي حصل عندها اللي وقف عندها الحل. تيجي هنا عند الريزلت وتضغط عليها وتفتح. لكن لما بنحل ترانزيانت في حاجة حلوة احنا بنعملها تبقى أفضل بكتير ما تدخل هنا على الريزلت دي. نجيب ملف، نجيب هنا قصدي كومبوننت ريزلت لوحده، نفتح في أي حتة هنا مثلا نفتح. ليه؟ أنا هنا مسيب التايم ستيب، بعدين أنا عايز أعمل لها أبلود على البرنامج على طول، يعني أحملها على البرنامج مش لازم أروح أفتح آخر تايم ستيب. باجي طالما هي متسيبة عندي بفتح برنامج فاضي خالص وباجي احمل عليها الحل اللي عندي. تمام، بس يفضل طبعا اللي انت ما تفتحش كذا برنامج مع بعض. طالما هنفتح التايم ستيب قصدي السي اف دي بوست نقفل الفلينت.
طبعا البرنامج فتح معايا اهو، طبعا اسمه CFD Boost. ده شكل البرنامج. طبعا انت لو فتحته جيت هنا مثلا بتيجي تحل ستدي والبرنامج بيخلص، بيبقى تفتح من الريتسلت دي، ماشي، يفتح لك شكل اللي انا هفتحه دلوقتي. ما انا اجي احمل هيفتح زيه، بس هيفتح لك اخر حاجه وقف عندها البرنامج، اخر خطوه وقف عندها البرنامج. لكن طبعا انا عايز افتح تايم ستيب اللي انا حليتها اللي هو دول، بعدين بعمل لهم لود من هنا او لود ريزلت من فوق من هنا من فايل. تمام، تيجي هنا بشكل المكان بتاعهم. انا بحفظ اخر تايم ستيب ليه؟ ما اجي احفظ اخر تايم ستيب تحفظ لي كل التايم ستيب اللي عملتها، تمام، من اول واحدة واول اربعة وثمانية هتلاقيهم كلهم موجودين لو حفظت اخر واحدة. اخر واحدة طبعا عندي ايه، 6020 الرقم بتاعها. طبعا عندك هنا ملفين، في كيس بي سي داتا او دي اي تي. طبعا بحفظ اللي هو بضغط على اللي هو سي دي اي تي. طبعا هتاخد وقت عشان عدد التايم ستيب كتير، لان هي ايه اسيبها براحتها تاخد وقت على ما اتحمل الحل. تمام، البرنامج دلوقتي خلص تحميل. طبعا انت لو جيت فتحت الريزلت ده هيظهر لك نفس كده بالظبط، نفس الشاشة دي، نفس الدومين ده، سواء بتحل ستيدي او بتحل ترانزيا. لو اخترت الريزلت ده، الفرق الوحيد ان انا لو جيت هنا شوف ايه، هنا مسجل لي كل التايم ستيب اللي انا استخدمته حوالي 1504. تمام، جيب لي كل واحدة كل ستيب وكل التايم بتاعها، طبعا 6 ثواني آخر حاجة. لو أنا جيت عملت ستيدي هيظهر لي، مش هيظهر لي الحاجات دي كلها. أو ترانزيانت، أنت جيت فتحت ترانزيانت هنا الريزلت ديت عشان بس بوضح لك، لو أنت شفتها في فيديو هيظهر لك آخر واحدة بس، الباقي ده كله مش هيبقى موجود. عشان كده أنا بحب، أو معظم الناس على اليوتيوب بيحبوا يشتغلوا كده، يفتح برنامج ريزلت ويحمل عليه النتائج عشان تبقى النتائج كل التايم ستيب اللي عنده تبقى موجودة. طبعا عايز تختار أي واحدة تعرضها. لو جينا هنا مثلا عند واحدة قدام شوية في النص، جيت مثلا بعد كده عايز أعرض هنا، تلاقي دي اختلفت، شوف اختلفت، عايز أعرض دي، عايز مثلا أعرض دي، تتغير. كل ما بتغير تلاقي بتتغير التايم ستيب، تحمل. تمام، انا عايزك تلاحظ حاجة، ان الوقت اللي ممكن ياخده التحميل وقت كبير. يعني مثلا عشان يحمل معايا تايم ستيب دول ال 1500 خد مني نص ساعة. بعدين انت ما الوقت في الانسيز، وقت اللي ممكن ياخد اي حاجة، ممكن اي خطوة منك ممكن تاخد وقت كبير. بعدين انت ما تقعدش تستنى كل حاجة، انت ممكن تقوم تعمل حاجة يعني وتيجي ترجع ليها لسه مخلصتش. بالاخص المش، المش طبعا بياخد وقت كبير جدا في 3D ولو انت عامل اليمنت صغير. تمام، بعدين انت عادي الوقت ده نص ساعة، ممكن ياخد اكتر من كده لو انت عامل تايم ستيب كبيرة، او لو 3D ياخد وقت مثلا بتاع ساعة عشان يحمل بس الريزلت بتاعته. تمام، فعادي يعني اللي ياخد وقت. دلوقتي انا هنبدأ نعرض شكل الفلويد، الضغط والسرعة والحرارة. عندنا 3 حاجات مهمين. أول حاجة كونتور النص ده، لو جيت علامة اسمه كونتور. بعد كده الفيكتور ده مخصص للسرعة. بعد كده ستريم لاين أو الباس لاين، دول أهم 3. في عندنا حاجتين بعد كده، بارتيكل تراك ده في حالات معينة بس بنستخدمه، بيبقى في عندنا بارتيكل جزيئات يعني. آخر حاجة معانا الفوليوم ريندرينج، ده بنستخدمها في 3D، بتبقى بتعمل نفس عمل الكونتور بس بتبقى أفضل في 3D. تمام، بعدين دلوقتي هنستخدم أول حاجة الكونتور. طبعا بضغط اوكي،
دومين اول دومين، لوكيشن. لوكيشن ايه هو كنترول عمود الاول؟ ده التوزيع سواء الضغط او السرعه على الشكل كله، اعلى مناطق سرعه، اعلى مناطق ضغط، اعلى مناطق واقل مناطق، والمناطق متوسطه. تمام. بعدين دلوقتي انا هحدد الانر دومين والاوتر دومين. باجي هنا حدد انر، تمام. بعد كده ادخل هنا احدد المتغير سواء الفاريبل. طبعا هنا في متغيرات كتير، اهم ثلاثه عندنا بريشر، تمبريتشر، فيلوسيتي. تمام. فيلوسيتي اهي، التمبريتشر موجوده اهو. طبعا كل واحده، يعني هنا عندنا التمبريتشر مش هينفع نعملها عشان احنا ما استفدناش بيها او ما غيرناش درجات الحراره، مفيش تغيير في درجات الحرارة. بعدين لو جيت عملتها مش هيظهر لي أي تغير. بعدين أهم حاجة عندي هنا الفلوستي والتمبريتشر في المشروع بتاعنا. تمام. بعدين أول حاجة هنسيب البريشر زي ما هو. طبعا الرينج اللي هو الجلوبال عادي بنسيبه زي ما هو، اللي هو عملولي هنا 8 ماكسيمم والمينيمم سالب 12. بسيب اللي هو اوف كونتور هاشتاج ده، هوريك بيعمل ايه. ابلاي زي ما واضح كده ظهر قدامك التغير عامل ازاي. المناطق الحمراء هي اعلى ضغط، ومناطق الزرقاء اقل ضغط. بس طبعا شكل الكونتور كده، شوف التوزيع بتاعه والخطوط عامله ازاي، مش كتير. بعدين انا عايز اكتر واخلي شكل البتاع سموث اكتر، ازود صفر كمان، خلي 110. شوف شكله عامل ازاي، كتر لي الخطوط بقى سموث اكتر وبقى واضح اكتر. بقرب، تمام. شوف شكله هنا، مناطق الحمراء ديت اعلى ضغط، المناطق الزرقاء اقل ضغط. طبعا بغير البريشر فلوستي، اضغط ابلاي، تمام. زي ما ظهر كده اقل سرعه صفر، المناطق الزرقاء دي ما فيهاش سرعه لود بصفر ساعتها، والمناطق الحمراء اعلى سرعه 5 متر على الثانيه. بقرب كده، زي ما واضح كده قدامك ده شكل التغير في السرعه. ده أهم حاجة في الكنترول الاتنين دول، وفي حالات التمبريتشر بنستخدمه. تمام. بس طبعا عشان احنا هنا التمبريتشر مستخدمناهوش، مش مهم عندنا في المشروع بتاعنا ده. لكن في حالة انت مثلا غيرت تمبريتشر واديت مثلا جسم تمبريتشر كبيرة أو قليلة، حصل تغير كبير في التمبريتشر، فتقدر تستخدم تمبريتشر هنا. تضغط تدوس ابلاي هيشتغل معاك. في بعض الحالات طبعا احنا هنا لما جينا حددنا اللوكيشن، بندخل هنا بنحدد كل دومين مع بعض. طب افرض انا مش كل مره لو عندي اكتر من دومين او حدد دومين اكتر من دومين ممكن يحصل معايا مشاكل. بعدين بنيجي نعمل حاجه، نعمل لوكيشن بلان، ارسم بلان، بنزل هنا. طبعا ده الكونتور عملته، عايز اخفيه بيظهر لي البلان اللي انا عملته. تمام. باجي هنا بدل ما بقعد اختار الدومين بختار البلان على طول، بدوس اقرأ، حدد لي على شكل البلان اللي هو واخد شكل الدومين. بضغط الكونتور بيظهر لي اهو، وبخفي البلان. تمام. ده احنا في حاجة ناس بتعملها بتبقى أفضل بكتير، لو أنت عندك الدومين متقسم، الشكل بتاعك متقسم لأكتر من دومين. تمام. كده أي حاجة معانا الفيكتور. الفيكتور عبارة عن أرقام بتحدد لك شكل الفلويد في كل المناطق. يعني مثلا أنت هنا لو جيت قربت أنت مش عارف شكل الفلويد هنا إيه، هل هنا مثلا فلويد بيدور بيرجع ماشي كده ماشي كده، متبقاش أنت عارف. هنا بس بيوريك السرعة
المنطقة دي. بنا على مثلا عايز أعرف شكل الفلويد حوالين التربينة دي عامل إزاي، نختار البيكتور، اختار هنا البلان. طبعا ما تنساش تقفل الكونتور، طبعا لو شلت التشيك بوكس ده كده انت خفيت. تمام، تضغط هنا طبعا هنا الـ variable velocity أو wall shear. واضح كده لو جيت قربت، ده شكل الفلويد اهو. ده طبعا الفلويد هنا بيدور، شكل الفلويد حوالين التربينة عامل ازاي. هنا برضو المنطقة ديت، طبعا لو عايز تصغر السهم دي سيمبل، تقلله أقل من واحد، تقلل نص مثلا أو 4 من 10. طبعا شكله كده بقى واضح. فيكتور بنستخدمها بس في حالة اللي انت عايز تحدد شكل الفلويد في المنطقة اللي حوالين الجسم. تمام، زي ما اتكلمت ان هنا سرعة الأعلى سرعة الأحمر وأقل سرعة الأزرق اللي هو بصفر. ولاحظ ان الفيكتور ما بيستخدمهاش في كل حاجة، يعني في حاجات بنقدر نستخدم فيها الفيكتور وفي حاجات ما بنقدرش نستخدم فيها، ما بتبقاش واضحة ما بتأثرش معانا. بعد كده هنفيها، هنفضل لنا آخر حاجة الستريم لاين. ايه هو الستريم لاين؟ الستريم لاين عبارة عن خطوط تبدأ من المدخل الفلويد، توضح لك اتجاهات الفلويد في الدومين بتاعنا. طبعا هي مش مؤثرة في الدومين بتاعنا، لكن اوريك بتستخدمها ازاي. بتستخدم اكتر في 3D، بيبقى عندك الدومين بتاعك متقسم لفراغات، بيوريك اتجاه الفلويد في كل فراغ او في كل دومين على حسب التقسيمة بتاعته. تمام، نختار هنا start from ellipse. طبعا 25 ده اللي هو النقط اللي بيبدأ منها من الليت، 25 خط مثلا. نختار مثلا 50 خط. طبعا هو هنا الـ velocity أو زي الـ vector بالظبط، relative velocity أو الـ wheel shape. نختار velocity apply. تمام، زي ما ظهر كده، ده كده 50 بيبدأ من 50 نقطة من عند الليت، بيبدأ يمشي، بيوضح لك مسار الفلو. طبعا لو عندنا دومين متقسم لكذا فتحة مثلا وانت عايز تشوف كل فتحة بيدخل فيها قد ايه من الفلويد، تقدر تستخدم ستريم لاين. دلوقتي انا كده خلصت شرح الثلاث حاجات المهمين، الفيكتور والستريم لاين والكونتور. عايز تظهر اي واحدة فيهم بتظهرها، بتخفي التانية بتظهر التانية، ستريم لاين او الفيكتور كونتور. ازاي بقى انت عايز تحفظ الصورة ديت مثلا؟ تظبطها. عايز مثلا احفظ الصورة دي، عندك طريقتين بتعملها. اول واحدة تيجي هنا ببرنامج زي السنيبنج تول، ده برنامج موجود على الويندوز. تيجي هنا مثلا تقص الصورة براحتك زي ما انت عايز وتسيبها زي ما انت عايز. تمام، لكن هنا البرنامج بيقدم لنا هنا في أداة اسمها سيف بكتشر. اختار المسار اللي انت عايز تسيف فيه الصورة، مثلا هسيفها هنا في المسار ده. بعدين هنا طبعا اوبشن ده في صيغة الصورة لو انت عايزها تسيبها زي ما هي. سيف، من باجي هنا سيفها لي بالظبط. اي حالة من الحالتين تقدر تسيف الصورة زي ما انت عايز تسيفهم. تبقى انت الصورة دي مثلا ده كونتور البلوستي، عايز تعمل بقى كونتور بريشر، كونتور اي تمبريتشر، تسيف كل واحد زي ما هي. وبعدين ستريم لاين، وبعدين فيكتور، بس بتخفي كل واحده، بتظهر التانيه بتظهر التانيه. فيكتور بتقرب شويه عن الجسم، تبدا ترسم تقول له خد صوره للدومين ده. دول اهم تلات حاجات. طب انا دلوقتي بعد ما خلصت دول عايز اعمل فيديو. الفيديو ما ينفعش اعمله في الاستديو. ليه؟ احنا قلنا الاستدي بياخد لقطة واحدة بس، اللي هي اللقطة اللي بيحصل عندها كونفرجن أو الحل اللي بيقف عندها. تمام، بعدين لازم نستخدم الترانزيانت، لازم نستخدم الترانزيانت، لازم يبقى عندنا التايم ستيب دول عشان أقدر أعمل فيديو، اللي أنا هقدر أجمع كل تايم ستيب مع التانية، بعدين أقدر أجمعهم مع بعض عشان أكون فيديو. باجي هنا تايم ستيب أو باجي على اللي جنبها على طول، اسمها انيميشن. كويك انيميشن ده ايه؟ كويك انيميشن لو جينا هنا اخترنا الستريم لاين، بتستخدم في الستريم لاين عموما.
جيت هنا اخترت الستريم لاين، جيت مشيه، شوف بيمشي لي الفلويد ككور كده. نستخدمها في الستريم لاين في حالة الاستدي، انت عايز مثلا تشوف تعمل فيديو صغير تقدر تسيفه براحتك. طبعا هوقف، تقدر تخليه بطيء، هنا تقدر تسيفه زي ما انت عايز. سيف موفي، تختار مثلا الستريم لاين اللي انت عايزه، تقدر تعمل له فيديو، هو فيديو زي ما واضح كده قدامك. كان بينكم كان عايز سيف موفي. صح، اللي حصل. صح، تمام. تقدر تسيبه براحتك، بتبطئه، تستخدمها في حالة الاستدي أو في حالة اللي أنا عايز أشوف بس كده، أعمل فيديو صغير لمصاري الفلو. طبعا هي هنا مش هتبقى مفيدة أوي. طب في حالة بقى أنا عايز أعمل تغير التايم ستيب، التربينة دي طبعا عايزها تلف معايا وأعمل فيديو أخليها تلف، نستخدم الكونتور هنا عندنا. تمام، استخدم الكونتور، استخدم البلوستي او البريجر براحتك. تايم ستيب انيميشن طبعا، وانت كل ما تحرك في الاتجاه ده طبعا، هو هنا بيقول لك كارنت تايم ستيب اخر حاجه 6020، وجيت هنا 3000 هتلاقي ده بيتغير، بدأ يحمل التايم ستيب ده اللي هي 3056. انت طبعا عايز تبدأ من الاول، اول تايم ستيب حفظها هي 4، وبيحفظ بقى كل 4 4 8 12 كده. طبعا دي اول حاجه، باجي هنا عند طبعا لو انت عايز عدد معين من التايم ستيب تقدر تحددها من هنا، مثلا انت عايز تبدا من بعد الاربعه وتخلص مثلا عند 5000 براحتك، لكن انا عايز اشغلهم كلهم، استخدم التايم ستيب كلها. اجي هنا تحت السهم ده، طبعا عايز تعيد البتاع اكتر من مره تستخدم، لو بس انا عايز اعمله مره واحده سيب موفي. طبعا بتختار هنا المسار، انا هعمله على الديسكتوب، سميه اي حاجه انت عايزها براحتك. بعد كده بتختار الصيغه بتاعته اوبشن، طبعا الاوبشن ده لو عايز تتحكم طبعا في الفيديو الكواليتي بتاعته مثلا خليها هاي شويه، بس كل ما بتزود حاجة كل ما بتزود الوقت اللي بيعمل بيه الفيديو كل ما تزود. طبعا هو الفيديو خلص، ده الفيديو تربينا اهو الدور ده، شكل تغير السرعة. طبعا انت عايز تعمل تغير كنتور لتغير الضغط ممكن تعمله عادي مفيش مشكلة، كنتور لتغير الحرارة برضو ممكن تعمله عادي مفيش مشكلة، لكن هو بيفضل عمل كنترول لتغير السرعة. تمام، طبعا هو بطيء عشان احنا عاملين التايم ستيب بتاعتنا 1 من 1000، لو عايز اخليه سريع ممكن تزود التايم ستيب او هنا في الاوبشن تقلل التولرانس، دي اللي بتتحكم في سرعة وبطء الفيديو. تمام، طبعا عايز اوضح حاجه ان الفيديو بيبقى توضيح لعمليه سرعه في الويد مش مهم في عرض النتائج، اهم 3 حاجات الكونتور في البدايه وبعد كده الفيكتور وبعد كده في الاخر الستريم لاين. ممكن ما تعملش الفيكتور او الستريم لاين، اهم حاجه هو الكونتور. تمام، وبكده يكون انا خلصت خطوه العرض. تمام، وعايز اوضح على حاجه اخيره، انك عشان تعرض الفيديو اللي انا عملته كده لازم تحل ترانزيانت، تعمل سيف لكل التايم ستيب اللي موجوده زي ما انا عملت كده في الخطوه اللي فاتت. تمام، عشان تجمعهم مع بعض بعد كده وتقدر تعمل فيديو، لكن لو حليت ستيدي او حليت ترانزيانت بس ما سيفتش تايم ستيب تدخل على طول على الريزلت الموجوده في قلب السيستم، تحتاجش ان انت تعمل ريزلت جديد. تمام، تدخل على طول على الريزلت الموجوده في السيستم وتبدا
تشتغل زي ما انا اشتغلت كده، تحسب الكونتور والفيكتور والستريم لاين. وبكده يكون انا شرحت اخر خطوه في برنامج الاسسمنت، وهي خطوه الرزق. وعايز اوضح لك على حاجه، انك مش من اول مره هتشتغل وتجيب نتائج حقيقيه او نتائج قريبه من التجارب المعمليه، لا، انت هتحتاج تشتغل اكتر من مره وتاخد خبره من البرنامج وتعرف كل اختيار بيأثر في النتيجة ازاي عشان تقدر توصل للنتائج المعملية. تمام، كده يكون فاضل لنا فيديو أخير أشرح فيه المشروع من أوله لآخره باختصار، وأقول لك إيه هي الصور أو المعلومات اللي أنت تقدر تكتبها في برزنتيشن عشان تقدمه بعد كده. إن شاء الله هحاول أنزل الفيديو ده في أقرب وقت، وبعد كده الفيديوهات اللي بعد كده هتبقى أمثلة لمشاريع مختلفة. كده أنا كنت نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.